الرحيم غنشوفوه ان شاء الله. الجغرافيه غنشوفوا العنوان اللي كنا بدينا شحال هذه ادرسوا نشاطا اقتصاديا ياك سياحيا صناعيا تكلمنا من قبل على النشاط الاقتصادي بصفه عامه يعني تكلمنا على الفلاحه تكلمنا على التجاره تكلمنا على الصناعه ياك وكنا شفنا بالخصوص هاد الصورتين اللي تمثلوا احدى المظاهر ياك التي تهم الاقتصاد وتكلمنا هنا عن التجاره ياك يعني على البيع والشراء وهنا تكلمنا عن الصناعه فعندما نتكلم عن التجاره يعني بطبيعه الحال هناك عده طرق فليس هناك يعني فقط المحل الخاص ببيع المواد الغذائيه فقط ياك يعني هناك محلات خاصة يمكن أن تبيع مثلا مواد خاصة بالفلاحة ياك كالأسمدة إلى آخره وهناك يعني محلات أخرى مختصة مثلا ببيع مسائل تهم الماشية وهناك يعني محلات أخرى خاصة بالأجهزة الإلكترونية وممكن أن نجد مثلا محلات خاصة بقطع الغيار للسيارات أو للحاسوب أو أي جهاز من الأجهزة التي نعرفها ونعيشها في حياتنا ياك كما أننا يعني من خلال هذه الصورة الثانية التي تهم الصناعة فيمكن أن نتكلم عن عدة معامل ومصانع يعني أخرى ياك مثلا ممكن أن نتكلم عن صناعة الجرار صناعة السيارات صناعة الحاسوب صناعات الشاحنات كل صناعات يعني هناك عدة الصناعات ممكن أن نتكلم عنها أن التجارة يعني التجارة والصناعة كما قلت أنها يعني شاسعة ويعني ولها يعني أوجه مختلفة على كل حال فسواء تكلمنا عن التجارة أو عن الصناعة ففي الأخير يعني فهما ينضويان تحت عنوان عريض الذي هو النشاط الاقتصادي يعني أن النشاط الاقتصادي يعني تندرج تحته يعني التجارة والصناعة وممكن أن تندرج تحته أيضا الفلاحة وممكن أيضا أن تندرج تحته السياحة فهمت؟ كما تلاحظ هنا بأن في العنوان أشار لك ياك إلى الموضوع المتطرق له وحصروا في النشاط الاقتصادي ياك أشاروا إلى النشاط السياحي والصناعي والفلاحي لم يتطرقوا هنا إلى النشاط الفلاحي فعلى كل حال يعني هنا تحدث لك عن النشاط الاقتصادي كما ذكرنا من قبل وقلنا بأن النشاط الاقتصادي بصفة عامة ياك أنه تندرج تحته مجموعتين ياك النشاط الاقتصادي لكي يكون عندك نشاط اقتصادي فلا بد أن تكون لك موارد طبيعية أولا ولا بد أن تكون لك موارد بشرية فمثلا إذا كان عندك بلد ياك بلد معين أو مدينة معينة فإذا كانت لديك هذه الموارد الطبيعية ولم يكن لك أشخاص فهل تستطيع أن تطور هذه الموارد الطبيعية؟ لا ولا يمكنك أن تجد يعني عمال لاستخراج ياك لاستخراج هذه المواد من الأرض ولن تجد بطبيعة الحال أشخاص يعملوا في المعمل ياك الذي يمكنه تصفية هذه المواد وإعادة صناعتها ياك إذن فهاد الموارد البشرية ضرورية وإذا كان عندك مثلا الموارد البشرية كان عندك أشخاص مثلا كثيرون في مدينة معينة أو ببلد ما ياك ولم تكن لك موارد طبيعية فهل يمكنك أن تحقق نشاطا اقتصاديا هل يمكنك أن تحقق نشاط اقتصادي بالموارد الطبيعية دون موارد بشرية أنت لديك الموارد البشرية الموارد الطبيعية وليس لك أشخاص وليس لك عمال لا. هل تستطيع أن تطور هذه الموارد؟ لا يعني لن تكون لك عمال ولن يكون لك
أناس ياك يسيرون هذا المعمل ويسيرون هذه الآلات ياك لن يكون لك ذلك. الآن الآن نرى الوجه الآخر. إذا كانت إذا كان لك موارد بشرية أنت مثلا في مدينة معينة أو ببلد ما عندك عدد كبير من الأشخاص يعيشون بهذه المنطقة ياك بهذا المكان وليس لك موارد طبيعية، هل من الممكن أن تحقق نشاطا اقتصاديا؟ ليس لديك موارد طبيعية، ليس لك بترول وليس لك فوسفات وليس لك فلاحة وليس لك حيوانات وليس لك موارد بشرية. أه؟ لديك موارد بشرية يعني أن الأرض قاحلة، الأرض ليس فيها شيء من هذه الموارد بتاتا، ولديك موارد بشرية، فهل يمكنك أن تحقق نشاطا اقتصاديا؟ لا. وهذا واضح في بعض الدول الآن التي نراها مثلا في الدول الإفريقية خاصة، نجد بأن لديها عدد كبير من الأشخاص ياك ولكن ليس لديها موارد طبيعية. موارد طبيعية كستخرج منها موارد بشرية. كيف؟ موارد طبيعية كستخرج منها موارد بشرية. واش عرفتي شنو الموارد البشرية ولا لا؟ الموارد البشرية هو بنادم. باش يكون عندك واحد النشاط اقتصادي خاص يكون عندك بنادم ويكون عندك شنو؟ موارد طبيعية. موارد طبيعية باش هاد الموارد الطبيعية هاد البشر تيتكلف لك بهاد الموارد الطبيعية. إلا كانوا عندك الموارد الطبيعية بوحدها واش تقدر تخدمها؟ مثلا انت في واحد الدولة معينة ولا في واحد المدينة وعندك هذيك الموارد الطبيعية وما عندكش بنادم، إذا تقدر تخدمها؟ لا. شكون اللي غيقابل لك هذوك المواكن؟ شكون اللي غيشغل لك الوزين؟ شكون اللي فهمتي؟ شكون اللي غيتكلف بالنقل ديالها مثلا غيسوق لك ديك الشاحنات إلى آخره؟ ما كاينش. ولكن لنفرض الآن عندك بنادم وما عندكش موارد طبيعية، حتى حاجة ما عندك، ما عندك لا زرع لا فلاحة لا حتى شي حاجة، واش تقدر تحقق نشاط اقتصادي؟ لا. طبعا كلشي بنادم غيتعرض للمجاعة، فهمتي ولا لا؟ إذا هذا هو إذا خاصك باش تكون عندك نشاط اقتصادي شنو خاصك؟ خاصك موارد، هاد الجوج، موارد طبيعية وموارد بشرية. دابا غنعطيك واحد الفكرة أخرى. دابا إلا دخلتي في إفريقيا مثلا ياك، مثلا في كونغو إلى آخره، عندهم موارد طبيعيه لا تحصى ياك، بحال النيجر ياك، ولكن ديك الموارد الطبيعيه يعني انها تضيع هباء منثورا، فهمتي ولا؟ عندهم واحد دول كثيره في افريقيا كما قلت لك بان عندهم موارد طبيعيه يعني تغنيهم ياك ولا لا، ولكن تعيشوا في فقر مدقع. شنو المشكلة اللي عندهم؟ شنو المشكلة اللي عندهم؟ عندهم كاين بعض الدول الاخرى تتلقاهم هذيك، مثلا نعطيك مثال بحال دابا تيكونوا عندهم واحد البلاد هي هذه المنطقه مثلا الخضراء، تتلقى هادو شادين هذه الجهه الاخرين شادين هذه الجهه، وهادو تيتحاربوا مع هادو ياك، هادو تيستخرجوا ديك الموارد الطبيعيه اللي كاينه هنا وتبيعوها للغرب، والغرب تيعطيهم السلاح، وهادو تا هما تيستخرجوا هاد الموارد اللي هنا ياك وتعطيوها للغرب، والغرب تيعطيهم السلاح، والسلاح تيبقاو يضربوا بيناتهم، فهمتي؟ تيكملوا تيموتوا الناس الى اخره، تيستخرجوا دعوة الموارد الطبيعيه تيعطيوها للغرب، يعني فرنسا اوروبا بصفه عامه او امريكا الى اخره او روسيا الى اخره تيعطيهم السلاح او الصين الى اخره، وهادو تا هما تيعطيهم السلاح وتبيعوا الموارد ديالهم ياك، وتبداو يتحاربوا بيناتهم. شنو المشكل اللي عدد الناس وكلهم تيعيشوا في الفقر؟ شنو المشكلة ديالهم؟ الموارد الطبيعية والموارد البشرية ما يبقاوش. هي الموارد الطبيعية والموارد البشرية هما عندهم مزيان، الموارد البشرية هما عندهم مزيان، الموارد الطبيعية ياك؟ ولكن شنو المشكلة اللي عندهم دابا انت في نظرك؟ هما تيشدوا هادي مثلا، هادو عندهم بترول، هادو عندهم مثلا كوبالت مثلا، او عندهم الالومنيوم، او عندهم مثلا حتى يعني هذاك مثلا تستعمل في المواد الاورانيوم مثلا، غيبيعوه بثمن غالي، هادو هما غيبيعوه بغالي ياك، غيبيعوه بثمن غالي، تبيعوه لمن؟ تبيعوه لواحد الدول تتمدهم بالسلاح. علاش هادو باغين السلاح؟ علاش؟ باش يتحاربوا به. باش شنو غيحاربوا به؟ غيحاربوا به هادو صحابهم من نفس الدوله، هادو هما نفس، هادو باغين يستولوا على الدوله كلها، وهادو هما باغين يستولوا على الدوله كلها، فهمتي؟ هادو تيقولوا حنا اللي خاصنا نحكموا، هادو تيقولوا حنا اللي خاصنا نحكموا ياك، وتبقاو تحاربوا بيناتهم، وتا واحد ما تيحكم ياك، ولكن الفلوس ديالهم فين تيرسلوها؟ الفلوس ديال الموارد الطبيعية ديالهم فين تيرسلوها؟ يرسلوها في السلاح.
تيرسلوا الناس لبرا وما تستافدوا منا. هادو تيصنعوا في الوزينات ديالهم وتيربحوا مع روسهم، هادو تيصابوا في الوزينات تيربحوا مع روسهم وتيعطيوها لهاد الناس ياك، وهاد الناس تيعطيهم الموارد الطبيعية، تعطيهم الخيرات ديالهم ديال البلاد ديالهم ياك. إذا اش يوقع لهاد الناس؟ تيتحاربوا بها ياك، ولكن في الآخر اش تيبقاو؟ تيبقاو في الفقر. شنو المشكلة اللي عندهم؟ الفقر. ماشي الفقر، الفقر منين جا؟ الفقر جاك ونزل عليهم. لا من الحرب. هم السبب ديالو. إذا شنو المشكلة ديالهم؟ شنو نظرك أنت دابا؟ طول الخيرات ديالو. ها؟ طول الخيرات ديالو. ولكن أشنو؟ في منين جاي الأصل؟ شنو هي عطاهم الخيرات ديالهم؟ شنو المشكلة؟ عطاهم الدول ديالهم. ولكن أشنو خاصهم يديروا؟ شنو خاص الناس يديروا دول هنا؟ واش يبقاو بحالك ميت؟ لا. شنو خاصهم يديروا؟ خاصهم يديروا خدمة. ايوا هما تيخدموا تيخدموا تيعطيو للناس، هادو تيخدموا تيعطيو للناس قولهم وتيمدوهم بالسلاح. شنو المشكله عندهم؟ واحد المحكم. المشكله هي سوء التفاهم في العواد اللي غايقولوا اجوا علاش نتحاربوا حنا، علاش نضربوا بيناتنا ياك، حنا ولاد بلاد واحد ياك، ما دوله حنا علاش نتصارعوا ياك. اجي سيدي حنا نديروا الديمقراطيه ديالنا بيناتنا، واللي يختاروا الشعب اللي يختاروا الشعب يطلع ياك ولا لا، وصافي. وهذوك ويسدوا على هذوك الناس اللي ما باغينش ليهم الخير. لا هاد الناس اللي تعطيهم السلاح كون بغاو ليهم الخير اش غيديروا؟ غيجيو يصالحوهم، ولكن ما باغينوش يتصالحوا. شنو بغاوهم؟ بغاوهم ديما يبقاو يتضاربوا ياك، يعطيهم الخير. ولكن باش هاد الناس يتصالحوا بيناتهم اش خاصهم يديروا؟ اول حاجه خاصهم يفكروا ياك، يفكروا بطريقه اخرى ياك. في العوض اللي غيفكروا بهالطريقه ديال هاد الموارد يبقاو يعطيوها الناس اللي برا، ودوك الناس هما اللي تيتصرفوا فيها اللي هنا برا. مثلا انت مثلا الموارد الطبيعيه الناس اللي برا راه هادو هما اللي تيتصرفوا فيها اللي برا ياك ولا لا؟ اذا انت في العوض اللي تفكر بهالطريقه فكر بطريقه اخرى، هادو هما يفكروا بطريقه اخرى ياك. شنو هي الطريقه الاخرى؟ هي يتصالحوا بيناتهم ويطبقوا الديمقراطيه بيناتهم، حتى واحد ما يكون ضد الاخر ياك. وشنو اخر؟ ولكن باش تكون هاد الفكره شنو خاصهم؟ باش يكون هاد الشكل هذا، باش يكون هذا هو، هذا هو المنهج، باش يكون هذا هو المنهج اللي خاصهم يعتمدوه. اشنو خاصهم يديروا؟ خاصهم عمليه فكريه. شتي المشكله اللي كاينه؟ شتي الا ما كانش هذا الشيء اللي كاين هنا، هذا الشيء غتخربيق وخا يكونوا هاد الجوج، فهمتيني ولا لا؟ ايه ضروري خاص يكون هذا الشيء. الا ما كانش الفكره زوينه، الموارد الطبيعيه وهاد الموارد البشريه كلها تمشي هباء منثورا. دابا انت تشوف في العالم الثالث، وعندما نتكلم عن العالم الثالث فهذا يعني اننا نتكلم عن المغرب، الجزائر، ليبيا، كاع يعني كل الدول السائره في طريق النمو، يعني السائره في طريق النمو انها لم تستطع بعد يعني انها تعتمد على نفسها، سواء في الصناعه او في الفلاحه او في البحث العلمي الى اخره، فهمتي؟ يعني هذه الدول يعني لو انها مثلا اعتمدت مثلا عملية فكرية يعني جدية ياك، وعندما نتكلم عن العملية الفكرية فهذا نتكلم عن البحث العلمي بالخصوص. فمثلا لو أن اعتمدت هذا الأمر فبطبيعة الحال أنها ستنتقل ياك نقلات نوعية يعني في التطور. فمثلا إذا عدنا إلى السنوات الماضية، إذا رجعنا للسنوات الماضية تقريبا 50 عام 60 عام، فهناك عدة دول كانت تشابه هنا يعني في من ناحية التأخر الاقتصادي، فهمتي؟ ولكن لأنها يعني طورت نفسها، لأنها اعتمدت البحث العلمي، لأنها اعتمدت يعني المناهج الديمقراطية في الحكم ديالها إلى آخره، فبعد ذلك شنو وقع لها؟ أنها انتقلت نقلات نوعية في الاقتصاد. فمثلا إذا أخذنا اليابان يعني واحد الوقيته راه كانت نزلت عليها ديك القنابل الدريه ياك، ودمرات واحد الدمار كبير، ولكن من بعد انا استطعت شنو؟ استطعت تكون راسها ياك، وما عندهاش الموارد الطبيعيه الكبيره، ما عندهاش موارد طبيعيه بحالنا حنا، يعني اغلب الموارد الطبيعيه يعني انها تستوردها. ولكن شنو اللي خلاها تطلع؟ اللي خلاها تطلع هي العمليه الفكريه، فهمتي؟ العمليه الفكريه يعني ان خصات واحد الاموال باهظه، فهمتي؟ ماشي السلاح بحال تيديروا دوك الناس اللي تكلمنا عليهم دابا، لا، دوك الفلوس اللي كانت تخلص السميه السلاح، هادو تيخصهم هادو السلاح. اش دارت اليابان؟
خصاتهم البحث العلمي. عيطات على العلماء قالت لهم انتما غرست لكم برا، غرست لكم لبرا، لبريطانيا، لفرنسا، الامريكان الى اخره، غتقراو تما وخلصت عليهم فلوس مزيان، فهمتي؟ ومشاو دوك الناس قراو ورجعوا للبلاد ديالهم اش داروا، بداو تيقريو داكشي اللي قراو، بداو تيقريوه، يقريو للتلاميذ ويقريو للطلبه اللي عندهم ياك، وتكونوا عندهم علماء، فهمتي؟ ولاو تيبحثوا، فهمتيني ولا لا؟ ودابا الى لاحظتي في الادوات ديالنا لا بد انك تطلق يعني اجهزه عمليه جايه من يعني باش تكون عندك وباش تكون على اعلى مستوى، فضروري ان يكون عندك بحث علمي، فهمتي ولا لا؟ بحال دابا امريكا، امريكا تتعرف من اقوى الدول في العالم، الميزانيه ديالها الميزانيه شنو هي؟ هي تتخصص دوك الفلوس في العام، تتقول هذا العام غنخصوا عندنا هذا، هو عندنا الفلوس اللي عندنا موجودين هما هادو اسيدي، غنديروا منهم هذا الطرف غنشريو به السلاح، غنديروا به مثلا نشريو نخصصوا للعسكر ياك، هذا الطرف غنعاونوا به الشعب مثلا في الصحه الى اخره، هذا الطرف ديال الفلوس غنديروا نعاونوا به الفلاحه، هذا الطرف ديال الفلوس غنعاونوا به الطلبه ياك، وهذا الطرف ديال الفلوس غنخليوه للعلماء اللي غيبحثوا، ولا جينا نقلبوا داك الفلوس اللي غيعطيو الناس اللي غيبقاو يبحثوا في العلم ياك، اللي غيديروا التطور العلمي، يبحثوا في الطب، يبحثوا في الفضاء، يبحثوا في الصناعه، ينقبوا في الارض، يعني جميع الاتجاهات العلميه اللي ممكن ان الانسان يتعاطاها. اشنو تتلقى؟ تتلقى بان ديك الميزانيه شنو اللي مخصصه ليها كبيره، فهمتي ولا لا؟ يعني دوك العلماء ما تلقاوش مشاكل، تلقاو فلوس، اي فكره دارت لهم فروسهم وبانت لهم صائبه خاصهم يبحثوا فيها، ما تلقاوش العراقيل، فهمتي ولا لا؟ حنا دابا المشكله عندنا حنا في البلد العالم الثالث شنو كاين بعض الناس تيقراو شويه داكشي، ولكن شكون اللي غيتبنى الفكره ديالهم؟ ها هو واحد خينا مثلا لقى بحث ولقى واحد الفكره زوينه مثلا غيصنع بها شي حاجه، ما كاينش اللي غيمونو، ما كاينش اللي غادي يعطيه فلوس يقول لي انت توكل على الله، فهمتي؟ ما كاينش. بينما الدول الدول الضعيفه شنو تلقاها؟ تلقاها فقط تتعاطى السلاح، خصها تشري السلاح باش تقتل بعضها بعضا، فهمتي ولا لا؟ ضارب بها صافي. دابا شنو هو النشاط الاقتصادي؟ شنو كاين؟ شنو ممكن نتكلموا علاش؟ نتكلموا على التجاره ياك، شنو اخر؟ السياحه. وشنو هنا؟ نعمل السكر. لا شنو هي بصفه راه صوره هذه؟ الصناعه. الصناعه. اذا باش تكون عندنا واحد النشاط اقتصادي شنو خاص يكون عندنا؟ الموارد الطبيعيه والموارد البشريه. وباش تكون عندنا هاد الموارد الطبيعيه والموارد البشريه باش يعطونا بصح نشاط صناعي مزيان شنو خاصنا؟ خاصك عمليات فكريه. خاصك مرتكزات دراسات نشاط اقتصادي، يعني خاص تكون عندك عمليه فكريه وعندك هاد الوثائق الفكريه اللي غيفكر بها الانسان باش ينتج هاد، باش تكون عنده واحد النشاط اقتصادي اعتمادي على هاد الموارد الطبيعيه. هاد الانسان اللي عندنا الموارد البشريه ياك خاصها تكون منظمه، مهيكله، مكونه. فمثلا هاد الموارد البشريه ما يمكنش غنجيبو هذوك الناس نقول لهم اجيو تخدموا، فهمتي ولا لا؟ خاص يكون منهم الطبيب، يكون منهم المهندس، يكون منهم، فهمتي ولا لا؟ يكون منهم الصانع، يكون منهم الشيفور، يكون يعني يكون عندنا الربان، يكون عندنا يعني يكونوا هاد الموارد البشريه هذوك الناس اللي عندنا، ماشي نجيبوهم بحال سميتو نقول لهم هانتوما خدموا، فهمتي ولا لا؟ ضروري هاد الناس خاصهم يكونوا مهيكلين. شنو مهيكلين؟ يعني يكونوا منظمين، فهمتي؟ ملي غنجيبو واحد شخص وغنكونوه في واحد المجال معين، مثلا غنكونوه في الطب، وهذاك السيد غيكون لينا اشخاص اخرين ياك. اذا هو هيكل لينا واحد القطاع من هاد الموارد البشريه. ملي غنجيب واحد السيد اخر صانع، هذاك الصانع غيعلم لينا ناس اخرين، ها هو كون لينا قطاع اخر. ملي غنجيب واحد السيد عاوتاني شنو غيورينا كيفاش تتكون واحد الصناعه معينه، مثلا صناعه الكترونيه. اذا هو هيكل لينا ناس اخرين. اذا ما قد ما تكون عندك هاد الموارد البشريه مهيكله و يعني مكونه تكوين جيد، الا وتساهموا بشكل اساس. مش غتجيب لي ناس هز البرويطه وهز نقولوا حنا خدمنا عباد الله، الحمد لله. هذيك ما يدير والو هذوك، يعني عامل تقولوا زيد يقول لك الحمد لله. يعني خاصنا الناس اللي تيفكروا، اللي تيبحثوا، الحمد لله. قد ما تكون عندك هذا القطاع كبير عندك في المجتمع ديالك، في الدوله ديالك كيفاش غتمشي؟ غتمشي مزيان. يقدم القطاع السياحي خدمات للسياح الذين يسافرون لأهداف مختلفة. أبين في أي شيء تتمثل هذه
الأهداف هل في الترفيه والاستجمام أم في تعرف في حضارات شعوب أخرى؟ هيك؟ يعني أن السياح تيمشيو من منطقة أخرى بطبيعة الحال لأغراض معينة، ميمكنش يمشيو ويسافروا من منطقة ويضربوا المئات ديال الكيلومترات ياك، سواء في الطائرة أو في يعني في السفينة أو في السيارات، أو يعني ميمكنش يمشيو في هذا الشكل إلا لأغراض معينة ياك. إذا شنو ممكن أنت شنو هاد الأغراض اللي ممكن نتكلموا عليها؟ ها يمكن نتكلم عن الترفيه ياك والاستجمام، وأيضا الحضارات الشعب. شنو هي؟ حضارات الشعوب. تعرف تعرف يعني حضارات الشعوب. يمكن أن نتكلم عن تعرف على الحضارات الشعوب. شنو تقصدوا بهذه المسألة؟ شنو مثلا؟ مثلا في المغرب، إذا أتوا إلى المغرب فما هي هذه الأمور التي ستعرفهم على حضارات الشعوب مثلا؟ اعطي مثال مثلا. يعطي مثال حضارة الشعوب، يعني الشعوب التي سبقتنا التي عاشت قبلنا، هذا هو المقصود بحضارة الشعوب. فما هي الشعوب التي عاشت قبلنا مثلا؟ هناك الفينيقيين، القرطاجيين، الفتح الإسلامي إلى آخره. إذن فما هي هذه الأمور التي ستعرفهم على هذه الحضارات مثلا؟ فمثلا إذا أتوا إلى المغرب، هؤلاء السياح أتوا إلى المغرب لكي يتعرفوا على هذه الحضارات، فما هي هذه الأمور التي ستعرفون من خلالها على هذه الحضارات؟ يمكن أن نذكر مثلا وليلي، هذه الأثر، فهمت؟ هذه الأثر التي ستعرفهم على تاريخي. مثلا وإذا مثلا ذهبوا إلى إيطاليا، فمثلا سيذهبون إلى ذلك في بعض البنايات التي ستعرفوا للحضارات القديمة. وإذا أتوا إلى مصر فسيتعرفون على على هذه الحضارات من خلال الأهرام، أهرامات معروفة، والمومياءات. كل المومياءات يعني أنها هي أجسام محنطة للفراعنة الذين حكموا مصر في القرون الخالية، فهمت؟ يعني القرون الصحيحة القديمة جدا، فهمت؟ وهناك يعني عدة أمور ممكن خاصة تتمثل في الآثار، فهمت؟ ممكن أن يدخلوا إلى المتاحف. إذن هذه من الأمور التي يعني يأتي لها السياح ويتعرف من خلالها على الحضارات القديمة. الدور الاقتصادي للسياحة، عندما نتكلم عن دور اقتصادي ما معنى هذا؟ يعني توفير العملة الصعبة، فهذا السائح الذي يأتي إلى المغرب فهو يأتي بعملة صعبة، وشرحت لك من قبل كيف أنه من خلال الصرف يحصل على مقابل بالعملة المحلية. فمثلا عندما يأتي بالأورو أو يأتي بالدولار، فقلت لك بأن ذلك يخضع للطلب والعرض، ومن الممكن فيعني للدولار أن يكون 10 دراهم، وممكن أن يكون ذلك الدولار الواحد يساوي 9 دراهم، يعني هذا 12 درهم. ممكن هذا يخضع للطلب والعرض. عندما يأتي هذا السائح بأموال هو فلن يأتي بدولار واحد، ياك؟ يعني أنه يرصد مقدار معين تتطلبه هذه الرحلة الذي هو ينوي أن يقوم بها، فهمت؟ وهذا يخضع طبيعة لعدة أمور. فمثلا ممكن أنه يقول أنا سأذهب إلى مصر وستكلفوني هذه الرحلة فقط كذا وكذا، أو أذهب إلى المغرب وستكلفوني هذه الرحلة فقط. يعني هو يخضع في النهاية، فهو سيختار وجهته المفضلة، ياك؟ وأيضا هذا أيضا يخضع إلى الأمور التي سيراها. فهو إذا كانت له أمور في المغرب لن يجدها في مصر، فبطبيعة الحال أنه سيختار المغرب. إذن يعني اعتماد السياحة كفاعل اقتصادي، كركيزة اقتصادية، فهذا يعني بأن لها يعني دور اقتصادي في البلاد، فيعني أنها توفر، فهي تقوم بذلك من خلال توفير العملة الصعبة. توفير العملة الصعبة هي في الحقيقة الشرح لهذه المسائل الأخرى. فعندما يدخل السائح ويقوم بتبديل الأموال التي أتى بها بالعملة المحلية، فبطبيعة الحال سيقوم بشراء بضائع أو أداة لخدمات معينة، فهمتي؟ فهو إذا دخل مثلا إلى
مثلا اذا اكتر غرفه او اكتر مثلا قاعه بفندق ياك فهو سيؤدي حتما يعني مقابل هاد الخدمات. ايضا انها هاد السياحه فهي تقوم بانعاش الصناعه التقليديه باعتبار ان هاد الصناعه تكون محليه. فمثلا هاد الصناعه التي يقوم بها الصناع المغاربه فلن توجد بطبيعه الحال في اوروبا مثلها، فهمت؟ فبطبيعه الحال هذا السائح عندما يزور بلدنا مثلا فبطبيعه الحال ستعجبه هذه البضائع وسيقتني منها. تنميه الاستثمارات، فبطبيعه الحال اذا نشطت الحركه الصناعيه واذا انعشت الصناعه الاقتصاديه فبطبيعه الحال ستكون لنا فرصه لتوفير العمله الصعبه وستنمق الاستثمارات، فهمت؟ فبطبيعه الحال اذا كان عندنا سياح كثيرون مثلا يزورون المغرب فكثير من الناس بالخارج سيفكرون في ماذا؟ سيفكرون بالدخول الى المغرب والاستثمار فيه. لماذا؟ لانهم سيقولون انا ان استثمرت في المغرب فهمت يعني ان ستكون لي نسبه اكبر لكي ينجح مشروعي في المغرب. لماذا؟ لان السياح ببساطه يزورونه بكثره لانه به رواج رواج تجاري. فبطبيعه الحال السياح الذين ياتون الى المغرب فنشاطهم يتجلى في اقتناء وفي اداء الخدمات، يعني انهم ينشطون الحركه السياحيه، يعني انهم ينشطون الحركه التجاريه، فهمت؟ اذا فعندما تكون هذه الحركه التجاريه يعني نشيطه فبطبيعه الحال كثير من الناس في الخارج سيضطرون او سيفكرون بالاحرى يعني الى الدخول المغربي والاستثمار فيه. ادرس النشاط السياحي في المغرب، ابين من الخطاطات نوع السياح الذين يمارسون السياحه في المغرب. يعني اننا تكلمنا من قبل على اهميه النشاط السياحي التي يكتسيها فيما يخص تنشيط الحركه الاقتصاديه في المغرب. هنا سنتكلم عن ماذا؟ السياح المغاربه. سنتكلم عن نوع السياحه، يعني غنشوفوا سيدي قلنا بان السياحه مزيانه تجيب لنا الفلوس، تجيب لنا العمله الصعبه الى اخره، تتنشط التجاره، ملي تدخل داك السائح تيشري هنا تيخلص له الى اخره، يعني ها هو نشط لنا التجاره ياك. من بعد غنشوفوا هاد السياح شكون هما هذو اللي تيجيو عندنا، واش افارقه، واش من الهند، واش من باكستان، فهمتي؟ اذا السياحه هنا كما تلاحظ سياحه نوعان سياحه داخليه وسياحه داخليه. شنو يعني معنى السياحه الداخليه؟ يا في داخل الدوله، يعني الناس ديال الداخل تيزوروا بلادهم بحدهم، فهمتي؟ فمثلا نحن من مدينه مثلا بسليمان في الصيف سنقوم بزياره لطنجه مثلا ياك. اذا هذه تسمى سياحه داخليه. مثلا السنه المقبله سنزور بركان او نزور وجده او نزور الداخله. اذا هذا الشيء يعني قريبه من مدينه وجده. إذن فعندما نزور هذه المناطق فهي داخلية بالمغرب، يعني أن الناس الموجودين بداخل الوطن يزورون مناطقهم، يتعرفون على مدنهم فقط، يعني أنت لن تخرج خارج البلد، فهمت؟ أما مثلا إذا جاءك سائح من فرنسا يزور المغرب فهل هذه سياحة داخلية؟ فهل هذه تسمى سياحة داخلية؟ لا، سياحة خارجية، لأن السياحة تمت من شخص أتى من الخارج، إذن فهي سياحة خارجية. هذا هو المعنى السياحة. وإذا ذهبت أنت إلى تركيا مثلا لتزور مثلا بعض المعالم هناك بحكم أنها دولة إسلامية يعني كان لها دور في التاريخ تركيا مثلا ياك معروفة وكانت تحكم تقريبا العالم الإسلامي ككل باستثناء بعض المناطق. إذا زرت هذه المنطقة فبماذا نسمي هذه سياحة خارجية؟ لأنك أنت بالنسبة لتركيا سائح خارجي، فأنت لست بتركي، فهمت؟ تمشي من الأصل ديالها. إذا الآن إذا عرفت السياحة الداخلية من معناها فبطبيعة الحال ستعرف من معنى السياحة الخارجية. إذا يمثل السياح من أصل أجنبي، يعني أنهم ليسوا من ذلك الوطن أو من ذلك البلد ياك. السياح الأجانب الوافدون إلى المغرب. إذن هنا سنقتصر على الإحصائيات
التي تمت فيما يخص السياح الأجانب الوافدون المغرب. فهنا سنرى السياح وافدون من جهات أخرى والسياح من أصل أوروبي. كما تلاحظ بأن السياح الأوروبيون هم المهيمنون على السياحة بالمغرب، يعني هم الأكثر زيارة للمغرب. وعندما نتكلم عن السياح من أصل أوروبي فهذا نقصد به بالخصوص السياح الفرنسيين والسياح الإسبان والبرتغالي الإنجليز والألمان إلى آخره، ولكن ولكن الأكثر زيارة للمغرب هم السياح الفرنسيون والسياح الإسبان، ياك. بعد ذلك يأتوا السياح من جهات أخرى. من الأصل في الموضوع أن يكون السياح العرب الأكثر، ولكن نحن نهتم بغيرنا أكثر بأنفسنا، نهتم بالدول الأوروبية وبالدول الغربية أكثر مما نهتم به بأنفسنا. لذلك الآن مثلا تجد مثلا المغاربة يعرفون مثلا معالم كثيرة في فرنسا وفي إسبانيا إلى آخره، ياك، ولكن لا يعرفون مثلا ربما بعض المناطق في بلدهم، ياك. ولاحظوا المبيان 7 وأتعرفوا على أصل معظم السياح الأجانب موافدين على المغرب وأبينوا سببا يفسر ذلك من خلال الخريطة. إذن شنو في هذا المبيان؟ شنو لاحظنا؟ بأن الأجانب السياح الوافدون على المغرب شكون هما؟ الأكثر زيارة للمغرب شكون؟ أوروبا. من أوروبا، لماذا؟ لأن هي قريبة لنا. لأن القريبة من خلال الخريطة يتبين ذلك، ياك. هنا ألاحظ المبيان 9، المبيان 90 أين هو؟ المبيان 9، المبيان 9، رقم 9، يعني أقارن عدد السياح بين مختلف السنوات. السنوات المذكورة هنا ما هي؟ من 2009 إلى 2013. إذن كما تلاحظ المبيان هو هذا، كما تلاحظ في البداية كانت أقل من 9 مليون سائح. أقل من 9 مليون سائح، وفي الآخر في 2013 اجتازت هذا الرقم، ياك، وصلت تقريبا إلى 12 مليون سائح. لا، بين 12 وبين 9، ياك، يعني 9 10 11 12، يعني تقريبا 11 مليون ونصف، يعني وصله عدد السياح في 2013، ياك. إذن هذا الرسم يبين كما تلاحظ وبين تطور عدد السياح الأجانب وافدين على المغرب بين سنة 2009 و 2013. إذن الوتيرة كما تلاحظ، وقال الوتيرة تزايد بها عدد السكان من 2009 إلى 2012، 2009 إلى 2012. الوتيرة يعني بها السرعة، كما تلاحظ الوتيرة كانت قليلة، فهمتي؟ ولكن من بعد شنو؟ من 2013 كما تلاحظ هنا الرسم البياني ارتفع شيئا ما. إذن هذا يعني بأن الوتيرة ارتفعت، ياك. راهن المغرب على تجاوز 10 مليون سائح أجنبي سنة 2010، ووضحوا مدى تحقق ذلك. يعني في 2010، يعني هنا كان المغرب يراهن على 10 مليون، كان المغرب يريد أن يصل ل 10 مليون سائح أجنبي، لكنه وصل إلى 9 مليون سائح وشيئا ما. إذن فهو اقترب من الهدف، ياك، الحقيقة هو اقترب من الهدف. إذن العملة الصعبة هنا كان معلومة عرفنا ما هي، والاستثمارات إقامة مشاريع تنموية، بناء فنادق مثلا، استثمار يساعد على تنمية النشاط السياحي.